أعزائي مشاهدي بوابة الجمهورية أونلاين، النهاردة من مدينة جمصة بمحافظة الدقالية هنرصد معاكم مشروعات محافظة الدقالية لتطوير شاطئ مدينة جمصة، ونشوف رأي الناس اللي موجودين في هذه الأماكن. ممكن اتعرف على حضرتك؟ استاذ محمود علي يا فندم. استاذ محمود، حضرتك اول مره تشرف جمصه؟ لا يا فندم، انا بقالي حوالي 15 سنه باجي جمصه على طول دايما. تمام، ايه التطوير اللي حضرتك شفته موجود في الزياره الاخيره؟ السنه اللي عدت كانت كان الاهتمام بيها كان اقل شويه، السنه دي الاهتمام زاد شويه بصراحه، وهي بتتميز بالهدوء بتاعها، يعني جمصه بلد جميله وبتتميز بهدوءها والكورنيش بتاعها الجميل اللي على البحر، وطبعا المنتجعات اللي موجوده فيها، في منتجع النخيل اللي احنا موجودين فيه حالا دلوقتي، في قريه اسمها قريه ياسمين جميله، في تطوير باين رجال اعمال خدوا اماكن وطوروها واشتغلوا عليها، بقت كويسه فعلا. هي جمصه ممكن تنافس اي مكان سياحي موجود في مصر؟ طبعا، يعني بالتطوير اللي بيحصل سنويا ممكن نقول جمصة ممكن تبقى على خريطة السياحة الداخلية. طبعا بلد جميلة، يعني حضرتك لما تيجي تقارنها بأماكن أخرى، يعني بأماكن سياحية أخرى، هي قريبة منهم، بلد جميلة. مش أستاذنا، هو النهاردة مع القرب احتفالات 30 يونيو، النهاردة بنقول فكر الحكومة المحافظين، يعني كان في حاجات من دي، مشروعات من دي مقامة قبل كده، ولا ده فكر جديد للمحافظين؟ لا ده فكر جديد. يعني النهاردة المكان اللي احنا واخدينه ده مكان منفعة عامة، بياخده المستثمر بيطور فيه. رأيك الشاطئ كان يفضل زي ما هو موجود ولا كان لازم فيه تعديل وتغيير وتطوير؟ لا، كان لازم يبقى فيه تعديل وتغيير وتطوير، وده اللي احنا شايفينه فعلا دلوقتي. تمام، واحنا شايفينه ومن زمان كمان، يعني ده اللي احنا شايفينه دلوقتي ومن زمان، حاجه جميله بصراحه يعني، وبلد جميله وتتميز بالهدوء بتاعها يعني. شكرا حضرتك. شكرا. ممكن اتعرف على حضرتك؟ علي سعد. استاذ علي، حضرتك منين يا استاذ علي؟ المحله ان شاء الله. المحله؟ ايه رايك في جمصه بعد التطوير اللي انت شفته فيها؟ لا ما شاء الله، جمصه كل يوم يعني في جديد، نيجي بقالنا فتره طويله قوي. استاذنا، هو بمناسبه احتفالات 30 يونيو كل مصر بتتغير، فكر المسؤول نفسه بتغير. هل الافكار اللي موجوده والتطوير اللي حصل ده يتماشى مع ثوره 30 يونيو؟ اه طبعا، السياحه الداخليه حاجه جميله قوي في مصر يعني، تشجيع على طول باستمرار يعني، حاجه جميله يعني. حضرتك زرت اماكن سياحيه داخليه فين تاني غير جمصه؟ لا، جمصه رحت في العاشر وفي السيرك هنا ما شاء الله شغال، وفي الملاهي جميله، حاجه جميله. لا، جمصه كلها جميله. يعني اذا نقول ان مصيف البسطاء اللي هو الشعبي تحول لشعبي ومميز. اه، حاجه جميله. بقى في اماكن مميزه زي اللي احنا موجودين فيها النهارده، حاجه ممتازه صراحه. تمام، شكرا لحضرتك استاذ. اعزائي المشاهدين، ده طبعا الوصف من داخل شواطئ مدينه جمصه بعد تطويرها، وطبعا احنا مش هينفع ناخد لقاءات مع الناس اللي موجوده هنا غير ان احنا عن بعد نرصد مظاهر التطوير اللي اتوجدت على سواحل مدينه جمصه، وخاصه بعد انشاء المنصوره الجديده. حضرتك مسؤول موجود معانا هنا؟ اهلا بحضرتك، معاك احمد مسؤول هنا منتجع سياحه جمصه. استاذ احمد، اوصف لنا المكان ده قبل التطوير اللي حصل فيه. وطبعا الفتره اللي فاتت دي كان المكان مهجور، كان عباره عن مجموعه جمال. تمام، غير جدوى برجر اي جدوى اقتصاديه ولا منفعه. تمام. الحمد لله ربنا سهل علينا. انا سمعت ان انتم اخذتوا المكان تخصيص من المحافظه. سياده المحافظ الدكتور ايمن كان متعاون جدا معانا، قدمنا له ورق ومطالبات ان احنا عايزين نطور الشاطئ، قال اعرضوا علينا الفكره، عرضنا عليهم الفكره، فكره التطوير، ورحب بها جدا، وكان متعاون معانا وادانا كل الموافقات الحمد لله. يعني انتم كرجال اعمال مستثمرين في السياحه الداخليه عايزين حد يشجع، عايزين يبقى المستوى اللي موجود في جمصه والمصايف الشعبيه كلها تبقى بالمستوى اللائق اللي موجود ده. احنا الحمد لله كنا محتاجين محافظ يكون مؤمن بجمصه ومؤمن ان جمصه ممكن تتطور، والحمد لله الدكتور ايمن كان متعاون جدا، وكان عنده بعد نظر ان جمصه تتطور، وان جمصه ممكن يبقى مستقبل، لها مستقبل كبير في وسط المصايف العريقه. استاذ احمد، الخدمات اللي موجوده، يعني انا حضرتك شايف المايه موجوده، بنرش بقى الزرع،
دي ميه هنا احنا عاملين هنا فكره جديده جايبين عاملين ميه جوفيه دقين زي طرمبات كده بتجيب ميه جوفيه لان طبعا الميه هنا وصولها صعب تمام كتوفير للميه بتاعت الحكومه واستغلال للميه الجوفيه اللي موجوده تمام يعني حضرتك لو شفت الميه دي هتلاقيها ميه جوفيه ولو حد جه حلل هيلاقيها ميه جوفيه استاذ احمد الاجهزه التنفيذيه الخاصه بالتراخيص والانشاءات والتطوير اللي موجود ده كان في عوائق قدامكم ولا كانت مسهله كل الجهات كانت متعاونه جدا 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 عشان ننجح الفكره ديت عشان تبقى نموذج بعد كده يتطبق في اماكن تانية كتير في جمصة ان شاء الله تمام استاذ احمد شكرا لحضرتك على هذا الانجاز وهذا المكان الرائع ونتمنى نورتونا ونورتوا جمصة ونقول للناس كلها ان جمصة اتغيرت وان جمصة النهارده غير جمصة امبارح وجمصة بكره هتبقى غير جمصة النهارده كل يوم في تطوير في جمصة جمصة عندها استعداد دلوقتي تستقبل اكتر من 2 بليون مصيف في اي وقت وفي اي مكان ينورونا وينوروا جمصة باسعار في متناول الجميع مأكولات مشروبات حتى الاقامه كمان في متناول الجميع شكرا مرحبا بكم في جمصة شكرا شكرا اعزائي مشاهدي بوابه الجمهوريه اونلاين ده كان لقاء النهارده من شواطئ مدينه جمصة والقرى اللي اتعملت جديد لخدمه الاهالي وخدمه المصيفين هناك شواطئ خاصه وهناك شواطئ عامه للناس اللي مش عايزه تحضرها وده كان التطوير اللي موجود ورصدته البوابه بوابه الجمهوريه اونلاين كان معكم ايمن العماوي شكرا جزيلا شكرا